تنظيم الوقت عادة يكون صعب للأمهات العاملات، وخاصة الموازنة ما بين العمل وشغل البيت. المدونة دانا غندور كان معاها هذا اللقاء عن إدارة الوقت. دكتورة ليلى البلوشي، أنا جدا سعيدة في لقائك اليوم، وخاصة في الموضوع اللي حنتكلم عنه اللي هو مهم كثير بالنسبة للنساء، اللي هو الامرأة العاملة وتنظيم الوقت. نعم. الأم العاملة بالأخص، وحضرتك خبيرة التنمية البشرية أكيد حتساعدينا كثير في هذا الموضوع. أول شيء في البداية خلونا نقول نحن نرفع القبعة لكل امرأة وأم عاملة. صح. تستطيع أن توازن بين حياتها في على الصعيدين، عشان تقدر أي امرأة أنها تقدر تنجح في حياتها سواء كان في بيتها أو في دوامها، تحديد الهدف. صح. في الدوام يدانا حددي هدفك، أنت شو اللي تبين توصلي له في الدوام؟ جربي تفصلي بالضبط. في الدوام أنت شخص وفي البيت شخص ثاني. بالضبط. أول شيء في الدوام مثل ما تفضلتي، في الدوام حددي هدفك، وين أنا حاليا، وين أبي أوصل في هذا الدوام. مجرد ما قدرتي تحددين هدفك ارسمي الخطة. ننتقل للبيت، نفس الكلام ينطبق على البيت. وكمان دكتورة ليلى أنا أعتقد أنه الموضوع يختلف من امرأة لامرأة، ويعني بيعتمد على عدة عوامل. أول شيء شخصية الامرأة، هل هي من النوع اللي تقدر تلحق على كذا موضوع في نفس الوقت وتنتج. صحيح. وتعطي كل اللي عندها، ولا صحيح. من النوع اللي تقدر أنه شيء شيء، زي أنا مثلا شخصيتي لما أركز على أولادي وبيتي ومنزلي وأحتاج أحس أنهم محتاجيني أوقف كل شيء وأركز معهم. لما أحس أنه أوكي they're okay I can do my own thing أروح أركز على عملي، ما أقدر أسوي الاثنين. بس مثلا أمي اشتغلت 30 سنة ما شاء الله وربت 3 بنات وما عمرها قصرت لا هنا ولا هنا، قدرت تنجح هنا وقدرت تنجح هنا الحمد لله. فأعتقد أول شيء الشخصية تختلف أكيد. بعدين كمان ظروف الامرأة وظروفها في البيت، عندها أحد يساعدها، الزوج بيساعد، المساعدين في البيت بيقدروا يشيلوا عنها ولا لا كمان أكيد. والعامل الثالث هو طبيعة العمل، إذا هي لازم تكون في المكتب من 9 to 6 وما عندها flexibility لأنها تخرج وتروح وتيجي وتساعد أكيد، حيكون غير عن امرأة عملها بيكون أكثر سلس يعني وفي صحيح. يدها. أنت طرقتي يعني مواضيع جدا مهمة، اللي هو رقم واحد طبيعة الشخصية. نعم. دائما في علم النفس شخصية ألف تختلف عن شخصية باء، لذلك في الموضوع اللايف كوتش أو موضوع التنمية البشرية نحن ما نعطي حلول واحد، يعني حل واحد للجميع وممكن يطبق للجميع. يعني صح. مثلا أنا تيني أمهات عاملات ويشتكون من موضوع عدم قدرتهم في التنسيق ما بين متطلبات العمل، وخاصة إذا مثلا متطلبات العمل تحتاج منهم مثل ما تفضلتي دوام لساعات طويلة. بالضبط. رقم واحد شخصية المرأة. ألف تختلف عن باء تختلف عن جيم، لكن في نفس الوقت المهم مثل ما قلنا في البداية عددي هدفك. نرجع مرة ثانية إلى طبيعة المرأة، هناك نساء عاملات يستطيعن أن يوفقن ما بين الدوام ما بين البيت، متطلبات الزوج متطلبات الأبناء وفي نفس الوقت متطلبات الدوام. ويرجع السبب إلى قدرتهم في تنظيم الترتيب وضع الأولويات، أهم شيء تنظيم بالضبط. الوقت وبالإضافة إلى القدرة على الفصل، يعني في سيدات للأسف يأخذون دوامهم للبيت أو العكس صحيح، يأخذون مشاكل الدوام للبيت، وهذه جزئية نحن لازم نركز عليها دانا، هي عملية القدرة على الفصل. تنظيم الوقت جدا مهم، انا اعتبره للاولاد وللام كمان. صحيح. يكون الكل عارف كيف حيكون يومه، كيف النظام، متى الاكل متى النوم متى اللعب متى الشغل، يعني الكل بيكون اسعد ومرتاح اكثر. ثقافه تنظيم الوقت وزرع الثقافه هذه بين اعضاء الاسره واني انا اخذ الدعم هذا منهم فكره جدا رائعه. والعملية هاي جدا جدا تساعد الأم العاملة. خلاص أنا في الدوام أنا عارفة ولدي الساعة الفلانية في الوقت الفلاني شو قاعد يسوي، زوجي وينه شو اللي قاعد يسوي.
النقطة الثانية أنا بتكلم عن موضوع الجدول إنه يكون في عندي مساحة اللي هو مساحة المرونة. فوجود المساحة هاي تخلي الشخص هادي صح. ممكن يتحرك في هذه المساحة. طبعا عشان ما بدنا كمان السكادجول والنظام يصير يأثر سلبيا ويحد الشخص. صح بالضبط. طب دكتورة إيش بتعطي نصائح للإمرأة العاملة بمختصر؟ شو رأيك أنا أحول السؤال عليك؟ يعني راح ناخذك انت اليوم كمثال. شوفي بصراحه انا عندي طريقه كل شهر بسويها وبسويها هذه من انا وفي ايام الجامعه ولين الحين، بس غيرتها شوي حسب التطورات اللي في الحياه. سو بكتب اول الشهر اهدافي في كل في كل جزء اللي انا مسؤوله عنه. يعني عندي سكشن لخالد، عندي سكشن لدانيا بنتي، عندي سكشن لنفسي انا وزوجي ايش عندنا اشياء لازم نسويها، ايش في اشياء حلو، وسكشن للبيت وسكشن العمل. واسبوع باسبوع بقرر من هذا الشهر هذا الاسبوع حخلص هذا الاسبوع حخلص هذا. باخر الشهر الهدف الرئيسي انه يكون كله خلص. لو ما قدرنا زي ما قلتي في مرونه، في اشياء ممكن تتاجل الشهر اللي جاي، بس اتليست انا شيء قبل شيء وشيء بعد شيء. بالضبط، في اولويات. الاولويات هي عليك. اهم شيء صراحه بالنسبه لي، وهي اللي ساعدتني على التوازن، انه عن اولويتي عيلتي واولادي وزوجي وبيتي، وبعدين عليك. بيجي الشغل. فهذه لما تكون الفكره واضحه عندك بيكون الموضوع اسهل. اختصرتيها يا دانا، مهم ان انت تحددين اهدافك ومن ثم تضعين اولوياتك وبعدها تحطين جدول كامل. اهم من هذا كله يكون عندك خطه مدروسه، وحلو انه يكون في توافق، يعني اتفاق بين الطرفين. يعني انت مش في هالحياه مش لوحدك. صح. في نقطه انا ابي اركز عليها في موضوع العمل. في موضوع العمل احيانا يا دانا، مثلا انا الحين موظفه قاعده وعندي مدير، فجاه المدير يقول لي اتركي الشغله الف وامسكي الشغله باء. حلو اني انا اساله يا مدير الفاضل، انا عندي الف باء جيم، وين تبيني ابدا؟ ايش الاهم؟ بالضبط، وين تبيني ابدا؟ شو اللي تبيني اخلصه في البدايه؟ فشايفه هذا اللي نحن ياسين نقوله، انك انت تسال الاخر وتطلب دعم الاخر، وما تكون انت بروحك في اتخاذ القرارات. شكرا دكتوره ليلى على كل هذه المعلومات، وان شاء الله نكون قدرنا نساعد الامهات والنساء العاملات. شكرا يا دانا، وسعيده بوجودي معك، وسعيده فعلا بوجودي مع امراه تعتبر مثال للمراه العامله والمراه الام المثاليه. تسلمي. يعطيك العافيه. شكرا، يعطيك العافيه.